يبدو أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قررا تنحية خلافاتهما اليوم على هامش قمة الدول السبع بعد عام من خلافهما، فقد اعتبر كل منهما أنه من الممكن قلب مسار الحرب في أوكرانيا التي حذر بشأنها بوريس جونسون إيمانويل ماكرون من أي محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي الآن. وأوضح جونسون خلال لقائه ماكرون أن محاولات تسوية النزاع في أوكرانيا الآن ستساعد على عدم الاستقرار في العالم، وستمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفويضاً مطلقاً للتلاعب المستمر بكل الدول ذات السيادة والأسواق الدولية. كما أن بوريس جونسون وإيمانويل ماكرون أشارا إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا لتعزيز مواقع كييف في ساحة المعركة. رئيس الوزراء البريطاني جونسون في حديثه مع بداية قمة مجموعة السبع قال إنه يتعين على الغرب الحفاظ على وحدته في مواجهة ما أسماه عدوان موسكو، ورأى أنه على زعماء العالم أن يدركوا أن هناك ثمنا لدعم أوكرانيا يشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، لكن عليهم أيضا حسبه إدراك أن ثمن السماح لروسيا بالفوز سيكون أعلى بكثير. وأضاف للصحفيين أنه من أجل حماية هذه الوحدة ومن أجل إنجاحها يجب أن تجرى مناقشات صادقة حقا بشأن تداعيات ما يجري فضلا عن الضغوط التي يشعر بها الأصدقاء والشركاء، لكن ثمن التراجع وفقه وثمن السماح لبوتين بالنجاح واقتطاع أجزاء كبيرة من أوكرانيا ومواصلة برنامجه للغزو سيكون أعلى بكثير. وفيما تتواصل أشغال قمة مجموعة السبع، استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية على دوي ضربات روسية استهدفت مجمعاً سكنياً في حي يجاور مصنع أسلحة. صرح بشأنها وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا أنه يجب على دول مجموعة السبع الرد عليها، وطريقة حسبه فرض مزيد من العقوبات على موسكو وتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لكييف.